الحلاني ومحمد حمائي هم نجوم الموسم الرابع، وهيكونوا كمان مسؤولين عن تدريب المشتركين اللي هيتأهلوا من الاوديشنز ويوصلوا واحد منهم للقب. وطبعا الجمهور اكيد عنده فضول كبير يعرف طبعا كيف راح يكون شكل الموسم الجديد من بعد كل هالتغييرات الكبيره. هالشيء راح تعرفوه لما يبدا عرض البرنامج قريبا، لكن قبل هيك ايتي بالعربي بيكشف لكم حصريا كيف كانت الاجواء في كواليس تصوير اول يوم. شغل كتير، تحضيرات وحركة ما بتتوقف بكواليس The Voice خلال تصوير حلقته الأولى واللي استمرت حوالي 6 ساعات. عاصي كان آخر الواصلين ودخل بسرعة على غرفته، على عكس المدربين الجدد اللي فضلوا يكونوا بدري بأول تجربة لهم بالبرنامج. تحضيرات جامدة جدا وأنا جاي أكسب، مش عايزين كلام كتير. إليسا المتحمسة كمان للتجربة الجديدة داخلة بروح رياضية عالية، لأنه The Voice بالنسبة لها غير كل البرامج اللي اشتركت فيهم من قبل. بي The Voice رح يكون كله أساس إيجابية، لأنه في حد أدنى من الأصوات الموجود، ومثل ما عم بيقولوا أنه هالمرة الكاس أقوى من غير مرات. لكن أكثر شيء لفت نظرها بهالبرنامج كان الكرسي. أول ما قعدت حسيت لبكت، قلت لهم بفهم أنا ليش هالعالم مستقتلة على الكراسي وعلى القعدة على الكراسي عنا بلبنان. كمدربة عم تطلع على الهواء أنه استحقيت أول ما قعدت، بس بعدين حطولنا أغاني وبلشنا نكبس ونبرم وهيك، وهي شوي تتعود بعدين خلاص. أما أحلام اللي عندها خبرة 4 مواسم بأرب آيدل فبتشوف بـ The Voice تجربة مختلفة. أنا حابة تجربتي بـ The Voice، في تاتشز مختلفة، برمك الكرسي، إنك ما تشوفي المشترك اللي وراكي، شيء وايد حلو. بس اللي ما كان حلو بالنسبة له هو اللي صار يوم المؤتمر الصحفي وكشفت عنه لأول مرة لقيتي بالعربي. ضاعت شنطتي، خذ لها 3 أيام ضايعة. إحنا وصلنا الظهر، قالوا الشنط احتمال توصل بالليل. وصلنا بالليل، يوم وصلت بالليل شنط ما في. ثاني يوم قمت الصباح من النوم، وصل من النوم رحت أركض يمين ويسار لما لقيت هذه اللبسة، والحمد لله وتوفت فيني، اخترت لبأت كل شيء. والمعلومة الثانية اللي ما بيعرفها الجمهور انه بسبب شنط أحلام تأجل تصوير أول حلقة. تأجل خلص، ما أنا قلت لهم بصراحة ما فيني، لأنه أنا تعبانة على لوكاتي، واليوم إذا صوت يعني بدي أروح أشتري أي شيء، وأنا صراحة ما ودي، كان ودي إني ألبس اللوك اللي أنا اخترته. ما قصروا صراحة جماعة The Voice، شكرا لهم من كل قلبي، أقول لهم ثانك يو إنهم تفهموا السيتويشن مالي. ولوك أحلام بالمؤتمر الصحفي لفت نظر الحاضرين، لكن هالشيء ما نساهم أبدا الأسئلة عن المنافسة والمشاكل المتوقعة بينها وبين إليسا. أحلام بعرفها من قبل، أحلام أي ثينك إنه أنت إذا ما بتقربي صوبة ما بتقربي صوبة. شي أنت مو جاية تعملي حرب ولا تعملي عصابة، بالعكس لازم توري الناس كمان الجانب الحلو اللي في شخصيتك، وهذا اللي هو يغير عن The Voice، عن Arab Idol. واضح انه اللي توقع انه الحرب راح تكون بينها وبين إليسا كان غلطان. حمائي ود يا ويلك مني يا حمائي، بس اتس اوكي مشي لي اياها. انا كنت مدكن، بس كل حاجه موجوده وانا مخبي. النهارده كل حاجه هتطلع، كله هيطلع. بيتهيألي إن مفاجآت The Voice السنة دي هتبقى كتيرة ومختلفة عن كل سنة، وبعدين يعني الجمهور قال إن هيبقى في حرب بين إليسا وأحلام. هذا المتوقع، ده المتوقع، وده بصراحة اللي أنا توقعته، وده الطبيعي. لكن دلوقتي حمائي دخل على الخط، وعشان كده بقول لك غالبا السيزون ده. يعني قصدك حمائي أحلام؟ ممكن. أكيد حمائي هذه التجربة الأولى بالنسبة له كعضو لجنة التحكيم، وعنده استراتيجية لينجح، وكمان حابب إنه تكون تجربة مميزة ويكون عنده حضور قوي. ده أكيد، بس عايز أقول لك إن هو اللي معروف عنه إنه شخصيته هادية جدا فعلا. بس ده مش معناه إن إحنا ممكن ما نشوفش منه الوش التاني في البرنامج.